اللي بتابعوا عندي بيسألوني الياس كيف انت بتنجح تحافظ على نمط حياة صحي؟ كل شي ببلش بقرار. عشان تحافظ على نمط حياة صحي لازم رياضة صحيحة، غذاء بجودة عالية، ونشرب كتير مي. على فكرة خدوا نصيحة مني عصير المي، اشربوا بس مي بجودة عالية وطيبة. من تجربتي المياه اشرب بالبيت انا بركن بس عبار المياه تامي اربعة. اسألوا مجرب بار المياه تامي أربعة، بضمن لعائلة المياه بجودة عالية وطيبة أكثر. اسألوا مجرب وتقدموا كمان انتو اليوم لبار المياه تامي أربعة. للطلب ادخلوا إلى الموقع أو اتصلوا 6941.